Terima kasih telah menonton! المنفي والكوني واللافي يجتمعون بويليامز وحديث عن الفترة المقبلة القوة القاهرة ترند السياسيين هذه الأيام بعد أن أطلقه السايح على الانتخابات دي مايو ونظيره الفرنسي يضعان الملف الليبي على طاوله المباحثات. مشاهدينا اهلا بكم في نشره اخباريه مفصله من قناه ليبيا روحها الوطن وتتابعون فيها ايضا. تقرير دولي يكشف تزايد حالات الوفاه في صفوف المهاجرين غير القانونيين في ليبيا. الى التفاصيل بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد لبنفي ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد هذا وتم خلال اللقاء استعراض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية من خلال تشاور مع جميع أطراف العملية السياسية كما أكد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي وإن نجاح المصالحة الوطنية تمهيدا لاجراء الانتخابات بحثت المستشاره الخاصه للامين العام للامم المتحده بشان ليبيا ستيفاني ويليامز في لقاء جمعها بمستشار الامن القومي لحكومه الوحده الوطنيه المؤقته ابراهيم بوشناف اهميه الحفاظ على زخم العمليه الانتخابيه وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم اخر التطورات في البلاد وجرى خلاله الاتفاق على الدفع نحو المصالحه الوطنيه وبناء التوافق حول رؤيه وطنيه لامن ليبيا حسبما ذكرت عبر حسابها بموقع تويتر اشار عضو مجلس النواب سعيد مغيب ان رئيس المفوضيه عماد السايح تحدث عن المعرقلين دون أن يتطرق للحكومة التي كانت أهم مهامها التهيئة للانتخابات وكدم غيب في تصريحات صحفية أن المفوضية وقعت في فخ وأوقعت البرلمان معها بإعلانها القدرة على إجراء الانتخابات لافتا إلى أن السائح قال إن الانتخابات متعذرة بسبب الوجود الأجنبي في ليبيا ليرفع الحرج عنا وعنه وقلم طيب إن السايح ربط إجراء الانتخابات بأن يرفع مجلس النواب القوة القاهرة والمجلس عاجز عن الخروج من هذه القاعة بحسب قوله مشددا أن السايح أثبت بوضوح إن أنه لا يريد إجراء الانتخابات وأن المفوضية كانت السبب في عرقلتها أكد عضو مجلس النواب جبريل حيدا أن المفوضية عندما وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة جدا كان عليها أن تتوقف وتتواصل مع جهات الاختصاص وقال حيدا في تصريحات صحفية إن المفوضية كان عليها أن تقوم بتمحيص دقيق لمترشحي الرئاسة والبرلمان وليس بطريقة عشوائية لافتا إلى أن البلاد الآن أمام واقع مرير وقوة قاهرة فه هل تستطيع الان ان تعود الى فتره ما قبل الطعون لتصحيح المسار على حد تساؤله دعت عضو مجلس النواب سعاد شلي مفوضيه الانتخابات الى الكشف عن عناصر القوه القاهره التي تحدث عنها رئيس المفوضيه عماد السايح في احاطته امام البرلمان وتساءلت شلي خلال مداخلتها اثناء الجلسه انه في حال كان هناك عراقيل تحول دون اجراء الانتخابات فهل سيمكن التغلب عليها قبل الرابع والعشرين من يناير الذي حددته المفوضيه لافته في الوقت نفسه الى ضروره أن توضح المفوضية الوضع على حقيقته حتى لا يتعرض البرلمان لمواجهة الشارع الذي ينتظر الانتخابات أكد عضو مجلس النواب فرج عبد المالك أن القوة القاهرة موجودة في كامل ربوع البلاد وأوضح عبد المالك أن البلاد تحتاج قبل الانتخابات إلى أو قبل الانتخابات إلى حكومة تسيطر على كامل ربوع البلاد خاصة في ظل انتشار السلاح على حد قوله متسائلا في الوقت نفسه عن الأموال التي تلقتها مفوضية الانتخابات وعن عدد أعضاء المفوضية. قال عضو مجلس النواب زيد هدية إنه يجب إزالة أسباب القوة القاهرة التي أعلن عنها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قبل تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات وأكد هدية في كلمته خلال جلسة مجلس النواب أنه يجب أن يعرف موقف وزارة الداخلية من الاحتجاجات التي طالت المفوضية ورفضت إعلان القوائم النهائية للمترشحين هذا وتمنى من المفوضية التعاون مع لجنة خارطة الطريق ووضع تاريخ جديد ليس ببعيد ولا قريب لإجراء الانتخابات. أوضح عضو مجلس النواب محمد العباني أن المفوضية العليا للانتخابات جهة فنية تشرف على الانتخابات وتعلن نتائجها وليست جهة تشريعية أو سياسية وقال العباني في تصريحات صحفية إن القول بأن قانون الانتخابات معيب لن يوقف تنفيذه بل يلزم الجميع بالعمل عليه لافتا إلى أن القوة القاهرة التي تحدث عنها السائح مجرد مبرر للتأجيل العباني إلى أن البرلمان كان ينتظر من المفوضية تحديد موعد إجراء الانتخابات استجابة للرغبة الشعبية أرجع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح عدم إجراء الانتخابات في موعدها إلى القوة القاهرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة والتي تمثل مجموعة من العراقيل القضائية والقانونية على حد قوله. تقرير لنداء عليان يسلط الضوء على صدى هذا المصطلح في الأوساط الشعبية. لنتابع. القوه القاهره القوه القاهره القوه القاهره القوه القاهره القوه القاهره القوه القاهره القوة القاهره مصطلح أصبح يتردد على كل لسان وبات حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تصدر محركات البحث المتسائلة عن الرابط بينه وبين تأجيل الانتخابات التي طال انتظارها بحسب رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح القوى القاهرة خلف عرقلة الانتخابات. وكنا قد قلنا سابقاً إن هذا المصطلح للتحدث عن الحروب أو الثورات كما أنه يستخدم للتحدث عن الكوارث الطبيعية. وكل ما يمكن حدوثه بسبب ظروف قاهره خارجه عن الاراده، وهذا ما عن للتساؤل عن المقصود من استخدامه في الاوساط الانتخابيه. السايح الذي قال بان القصد من استخدام القوى القاهره هو الصعوبات التي واجهت المفوضيه للتمكن من اداء عملها كالتزوير والتهديد والى ذلك، اذ فند استخدام المصطلح ثلاثه عناصر اولها الاحكام القضائيه المتضاربه وفي نفس الوقت هي باته ونهائيه اضافه الى صدور احكام قضائيه خارج المده التي حددها قانون الانتخابات رئيس المفوضيه قال ان العنصر الثاني هو المراكز القانونيه التي انشاتها الاحكام القضائيه للمرشحين الصادر بحقهم ما اجبر مفوضيه الانتخابات على التعامل معهم فيما اوضح بان التهديدات التي وجهت الى المفوضيه حال اعلانها القوائم النهائيه للمرشحين هي العنصر الثالث ويرى مراقبون ان العراقيل اخرجت العام الماضي عن المسار الانتخابي وتسببت باستبعاد البلاد عن الخارطه الزمنيه لحل الازمه التي كان من المنشود انتهائها خلاله. وها هو عام جديد يشهد استمرار الازمه، فهل سيشهد العام انفراجه قريبه؟ لعلنا واياكم نشهد تطورات تعود على البلاد بالخير كان تعقد الانتخابات ويتمكن الشعب من اختيار من يمثله، امل قريب بعيد ولكن الشعب متمسك به. باعتباره أحد أبسط حقوقه اكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى ان مفوضيه الانتخابات وضعت نفسها كطرف في الانتخابات وقال عبد المولى في تصريحات صحفيه ان المفوضيه قامت بالاستئناف ضد شخص واحد فقط وهو ما جعلها طرفا بالانتخابات اذا كان عليها الا تلجا للقضاء وتترك الطعن للمتضررين بحسب قوله صرحت النائب سارة السويح انه يجب اعاده النظر في الموعد المقترح لاجراء الانتخابات هذا وأضافت أن الهاجس الأمنية أحد أهم القضايا التي تهدد العملية الانتخابية في ظل انتشار السلاح وانقسام المؤسسة العسكرية وتابعت أنه يجب أن نعرف نسبة الخطر المحتملة في نزاهة العملية الانتخابية متسائلة حول إن كان يعلم رئيس مفوضية الانتخابات بالتقارير الأمنية الأخيرة بشأن الانتخابات وما هي الاستعدادات الجديدة لإجراء العملية الانتخابية أكد عضو مجلس النواب حسن البرغوثي أنه لا يصح لأي بلد أن يكون مستقرا دون دستور وقال البرغوثي إن مجلس النواب لم يكن ضد الانتخابات وشدد على ضرورة وجود قاعدة دستورية جديدة لإنهاء الخلافات والجدل بين الأطراف السياسية هذا وتساءل المحجوب عن الموانع التي تحججت بها مفوضية الانتخابات لتأجيل الانتخابات سابقا والتي ما زالت قائمة وفقا قوله منبها ان المفوضيه لم تنشر في تقريرها اي موانع امنيه او لوجستيه وهو ما يبرئ مجلس النواب امام الشعب بانه احد معرقلي اجراء الانتخابات علي حد قوله أكد عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادي عمران أن نتائج اجتماع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب مع أعضاء أو أعضاء من الهيئة التأسيسية الذين وجهت لهم دعوة أو دعوة بشكل شخصي غير ملزمة وأفادت عمران في تصريحات صحفية بأن الهيئة لن تعترف بأي تواصل خارج اللجنة المشكلة من طرفها متعجبة في الوقت نفسه من تصرف لجنة لجنه خارطه الطريق هذا وقالت عمران ان لجنه خارطه الطريق التي تعمل وفق اطار حدد سابقا ومن ثم الخروج بموقف فقط على حد قولها أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمه أن جلسة الإحاطة انتهت على أن تقوم مفوضية الانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وقال فحيمه إن المفوضية عليها تحديد موعد الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية برفع حالة القوى القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن السائح أكد عدم إمكانية المفوضية تحديد تحديد موعد بديل الرابع والعشرين الا بعد زوال القوة القاهره عبد الحكيم الشعاب عضو مجلس المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات قال ان اعضاء مجلس اداره المفوضيه سيغادرون طبرق اليوم بعد استكمال احاطتهم امام البرلمان ومن جانبها قالت عضو مجلس النواب ساره السويح ان المجلس طالب المفوضيه بالتشاور مع الجهات التنفيذيه المسؤوله باجراء الانتخابات واحاله تقريرها للمجلس للتنسيق في تحديد موعد جديد للانتخابات. الى ذلك ادلى السايح خلال جلسه اليوم امام البرلمان بتصريحات حول تعثر عقد الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر واجاب على استفسارات عديده ما زال الشارع الليبي وحتى الاطراف السياسيه تجهل اجابتها المزيد تتابعونه في التقدير التالي جلسة جديدة لمجلس النواب عقدت اليوم في مدينة طبرق، ومعها تتوالى الجلسات للبرلمان للخروج بما يأمله الشارع الليبي وللإجابة عن العديد من الأسئلة التي ما زال الجميع بانتظار الإجابة عنها لإزالة كامل الغموض الذي أصبح يدور حول نجاح العملية الانتخابية وموعد إجرائها. جاءت الجلسه هذه المره بحضور رئيس المفوضيه العليا للانتخابات عماد السائح الذي قال ان المفوضيه كانت قد وافقت على اجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر بعد التشاور مع البرلمان مشيرا الى ان المفوضيه تسلمت قوانين الانتخابات متاخره ومختلفه تماما عما جرى مباحثته مع البرلمان في روما وفي رده على استفسار حول عدم اصدار القائمه النهائيه للمترشحين، قال انه في حال نشرت المفوضيه القائمه النهائيه فسوف تقتحم ولن تجد من يدافع عنها. وبما يخص مفهوم القوة القاهره اوضح السائح المقصود بهذا المصطلح الذي طلب البرلمان توضيحه لازاله الغموض الذي دار حوله. مرحله الطعون تقريبا هي كانت المرحله التي توقفت عندها العمليه الانتخابيه. وأشرنا في بياننا إلى أن المفوضية واجهت ما يعرف بالقوة القاهرة وحاليا سوف لكم ليش المفوضية تبنت هذا المصطلح ولم تستطيع اتخاذ الخطوة التالية وهي الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن قراراتها رقم 79 وكذلك القرار رقم 80 والسبب في ذلك أسباب عدة أهمها من المفوضية المفوضية عدة مواطن مختارة بينما الخصوم كان لهم موطن مختار واحد كان يفترض أن القانون يعطي خصوصية للمفوضية و للمهام التي تقوم بها مثلها مثل بقية المرشحين لانه المفوضيه اصبحت خصم امام القضاء وبالتالي يجب ان تعامل معامله المترشحين وتحدد لها هي الاخرى موطن المختار واحد. واثناء عقد الجلسه نظم مواطنون وقفه امام مجلس النواب للمطالبه باجراء الانتخابات وفق جدول زمني ينتهي في مارس المقبل دون اقصاء لاحد مهما كانت الدوافع. جلسه اليوم يعتبرها البعض كسابقاتها من الجلسات التي لا تقدم ولا تؤخر فلا جديد يذكر ومن يتحمل كل هذا هو الشعب الليبي لتبقى ليبيا تنزف وتعاني على امل ان تاتي معجزه تداوي البلاد وتؤهلها لتكون في مقدمه التصنيفات على الصعيد الامني والاقتصادي في المقابل تظاهر عدد من أفراد الشعب أمام مقر البرلمان في مدينة طبرق قبيل انطلاق الجلسة هذا وطلب المتظاهرون بالإسراع في إجراء الانتخابات ورفض أي خارطة طريق جديدة كما طالبوا بإعلان القائمة النهائية للمترشحين الرئاسيين بلا إقصاء لأي مترشح وفي أقرب وقت كل المدن الليبية طالب لا للتمديد نعم الانتخابات نحن نتمنى اليوم ان اعضاء مجلس النواب يسمعوا للشارع جايين اغلب المدن من بنغازي ومن البيضاء ومن ومن دارنا وتضامنوا مع شباب طبرق باش يوصلوا صوتهم ان نحن نبوا انتخابات وما نبوش تاجيل. الهدف من الوقفه ان نقولوا للناس اللي جوا هذوما خلاص وقتكم انتهى خذيتوا وقتكم بالزيد وكل ما انتم موجودين المآسي تزيد على الشعب الليبي احنا مع الانتخابات ومع حقنا. في الانتخاب ومع حقنا في ان نختار من يمثلنا سواء في التنفيذي او التشريعي. نحن شباب الحراك السلمي شباب بنغازي اليوم جينا لمدينه طبرق مدينه السلام اليوم جايين نحكوا نحكوا نحكو بحقنا الانتخابي اليوم قدام مجلس النواب بمدينه طبرق جايين نطالبوا بحقنا جايين نطالبوا بحقوق الليبيين كلنا خلاص فدينا نحن مفروض من اول 18 شهر سلموا السلطة نحن اليوم في 2021 وما زالوا يمددوا وما زالوا يحطونا خارج طريق جديدة نحن لن نقبل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودع الليبيون عام 2021 بخيبة أمل كبيرة بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي وأتت تصريحات رئيس المفوضية العليا عماد السايح عن أسباب تأخير الانتخابات لتزيد الطين بلة دون تفسير مقنع لتأخيرها نتابع المزيد في سياق التقرير الآتي تتجه الانظار في ليبيا الى الموعد الجديد المقترح لاجراء الانتخابات الرئاسيه وتليها الانتخابات التشريعيه لاستكمال مسار انتقال ديمقراطي يبدو عصيبا لكن حتى الموعد الجديد الذي يفترض ان يكون في الرابع والعشرين من يناير الحالي قد لا يكون واقعيا وقد يصطدم بعراقيل كثيره منها اللوجستيه والامنيه والقانونيه والواضح حتى الان ان العمليه السياسيه المتعثره دخلت متاهه اكبر مما كان متوقعا ولا توجد مؤشرات موضوعية تشير إلى إمكانية إتمام المسار الانتقالي في ظل واقع شديد التعقيد والتداخل. عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عزا في إحاطة أمام مجلس النواب عدم إجراء الانتخابات في موعدها إلى تهديدات تلقتها مفوضيته في حال تضمنت قوائمها النهائية المرشحين. وإلى جملة عراقيل قضائية وقانونية، وتحدث عن عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، تتطلب وقتا أطول لفحصها ومراجعتها، مؤكدا في هذا الصدد أن هناك عمليات مكشوفة لتزوير توقيعات تزكية المرشحين، لكن لم يكن الوقت مسعفا لإثباته. هذا وأوضح السائح أن عدد الطعون بلغ 26 طعنا في 24 ساعة. من فتح باب الطعن في قرارات استبعاد مرشحين وعدد المرشحين كبير ناهز المئه وكلها عوامل تستدعي عمليه تدقيق في ملفاتهم ووقتا اطول من المخصص مشيرا الى ان القضاء لم ينظر في موضوع استبعاد مرشحين وعن الصعوبات الأمنية قال إن وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية لديها خطة طموحة لتأمين سير العملية الانتخابية لكنها اصطدمت في النهاية بواقع أمني وسياسي لم يمكنها من تطبيق الخطة بالشكل المطلوب وأشار أن إجراء الاقتراع الرئاسي في الرابع والعشرين من يناير هو موعد كانت اقترحته المفوضية لكن يحتاج إلى أن يقر في البرلمان مع اشتراط زوال القوة القاهرة اجراء الاستحقاق الانتخابي يحتاج ان تكون اقدام الجميع على الارض بعيدا عن المكابره والمغالاه وعن التطمينات التي لم تعد تقنع الليبيين وسط حاله من الاحباط الشعبي وترسانه من المشاكل الفنيه واللوجستيه ونزاعات لم تهدا وقد لا تهدا جرت الانتخابات في موعدها ام لم تجري بحث وزير الخارجيه الايطالي لويجي دي مايو مع نظيره الفرنسي جون اف لودريان خلال اتصال هاتفي تطورات الاحداث في ليبيا ودعم التحول السياسي هذا وكد الجانبان دعم التحول السياسي من خلال الدعم القوي لمستشاره الامين العام للامم المتحده لشان الليبي ستيفاني ويليامز بعد ان دعت الولايات المتحده بمحاسبه كافه المعرقلين للعمليه الانتخابيه في ليبيا وبعد ان اصبح تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر تاريخا لن ينساه كل متابع للازمه الليبيه جاءت التعقيدات الدوليه لتضاف الى جراح ليبيا لكن ما مصير ليبيا في ظل هذه التعقيدات وهل ستبقى ليبيا تنزف ام ان معجزه ستاتي لتداويها وتخرجها من هذه الفوضى تفاصيل اكثر في سياق التقديم الاتي ما علاقه الازمه الليبيه بالصراعات التي تدور بين الدول العظمى حول العالم وما مصير ليبيا ومن يتحكم في هذه القرارات التي تؤخر اخراج ليبيا من كل هذه الفوضى لماذا بعض الجهات او بعض الدول لا تريد لليبيا ان تستقر كل هذه الاسئله وغيرها مطروحه في ظل الظروف الراهنه على الساحه الليبيه بعد الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي وبعد كل هذا الغموض الحاصل والمماطله في اجراء الانتخابات تاتي الاجابه من استاذ الاعلام السياسي في جامعه طبرق باهر العوكلي الذي اكد ان التعقيدات الدوليه لا تريد لليبيا في هذه الفتره تحديدا ان تستقر للعديد من الاسباب اولها الهجره غير الشرعيه التي تتزايد الى الساحل الاوروبي مثل عمليه ايا صوفيا وعمليه لهريبي، بالرغم من كل العمليات الموجوده في البحر المتوسط، لم نرها تقبض على بندقيه واحده، بالرغم من مئات الالاف من الاسلحه التي دخلت الى ليبيا، فالهدف منها حمايه السواحل الاوروبيه من الهجره غير الشرعيه، وان هذه الاسلحه دخلت والجميع يعلم بانها ستدخل. وتفاقم الازمه الليبيه. ولماذا في هذا التوقيت بالذات لا يريد المجتمع الدولي ان تنعم ليبيا بالاستقرار، ولا يريد دورا فاعلا باداره الازمه في ليبيا، فكل هذا ليس من مصلحتهم، فالعالم يمر بازمه كورونا، وصراع بين ايران واسرائيل يتفاقم، وامريكا والصين بينهم خلاف متصاعد، وروسيا وامريكا بحاله توتر بسبب اوكرانيا. فمن الصعب تفسير هذا الوضع الليبي بمعزل عن كافه الامور التي تضغط بشكل او باخر على الازمه الليبيه. السائح عندما اكد انهم وصلوا لمرحله لا يوجد احد في صفهم او الدفاع عنهم، فاذا رجعنا قليلا الى الوراء عند عمليه تفجير المفوضيه العليا للانتخابات في طرابلس. واستشهد خلالها اناس ابرياء رغم وجود المجتمع الدولي على الساحة الليبية والدول الداعمة وما الى غير ذلك، لم يرى الليبيين شخصا واحدا موجها له الاتهام في هذه الاحداث، فكيف ينتظر المواطن الليبي من كل هذا الكيان النابع من مجلس النواب الذي لم يجد حماية في اعماق عاصمة الدولة ان يقوم باعلان ان شخصا ما مزور وان اخر قام بحدث غير قانوني. أو أنهم تعرضوا لتهديد من هذه الجهة أو تلك، ليأتي السؤال أين المليارات التي صرفت من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عندما وعدت بأنها ستوفر الحماية وأنها صرفت هذه المبالغ الطائلة لتأمين الإمكانيات، وأكدت مرارا أنها قادرة على تأمين الانتخابات. أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله في خلال اجتماعه بسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين أكد أهمية الموقف الجزائري المتضامن مع ليبيا خلال الأعوام السابقة كما أشاد بالجهود التي بذلتها الجزائر عبر المجتمع الدولي وعبر التواصل مع الأطراف الليبية للوصول إلى تسوية تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا ومن جانبه أكد شنين عمق العلاقات التي تربط البلدين وشعبيهما مشددا على الاستقرار في بذل الجهود المساهمه في تحقيق الاستقرار على الساحه الليبيه كلف رئيس حكومه الوحده الوطنيه المؤقته عبد الحميد الدبيبة وزير الدوله للشؤون الاقتصاديه سلام لغويل وزيرا للثقافه بالاضافه الى مهام عمله الاساسيه وبموجب هذا القرار سيتولى لغويل مهام الوزيره مبروك توغي الموقوفه عن العمل ويسري تنفيذ القرار اعتبارا من امس الاثنين وذلك حتى اشعار اخر. بحث مدير الاداره العامه لامن المنافذ بوزاره الداخليه العميد ونيس الشكري مع مدير امن منفذ مطار الزنتان الدولي استعدادات استئناف الرحلات بالمطار وبحسب الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه على فيسبوك فقد ناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالمنفذ. افادت مصلحه الديوان بالمعبر الحدودي في راس جدير ان فرقه تفتيش المسافرين بالمعبر الحدودي احبطت عمليه تهريب ادويه من تونس الى ليبيا واكدت المصلحه ان هذه الفرق تمكنت من احباط تهريب 411 علبه علبه دواء مختلفه الانواع تحتوي على 7740 حبه مخفيه باحكام تحت الهيكل الخلفي لسياره يقودها مواطن تونسي كان يستعد للمغادره نحو ليبيا وذكرت المصلحه انه تم تحرير محضر في الواقعه وتم ايقاف المشتبه بهم لمزيد من البحث والتحري كشف تقرير إخباري نشرته مجلة هندية عن ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات في صفوف المهاجرين غير القانونيين عبر ليبيا التقرير أكد أن دول الاتحاد الأوروبي متورطة بعد أن أخفضت بشكل أو أخفت بشكل حاد عملية البحث والإنقاذ وأنهتها بشكل تام لاحقا فضلا عن تسليح وتمويل خفر السواحل الليبي ليكون بمثابه الرقيب وليعتقل المهاجرين غير القانونيين واعادتهم الى الاراضي الليبيه حيث مراكز الاحتجاز مرجحا بانها سياسه اوروبيه لوصول اليمين المتطرف الى السلطه في حكوماتها تبقى المساله الامنيه معقده خاصه مع فشل عقد الاستحقاق الانتخابي واستمرار وجود القوه الاجنبيه والمرتزقه في الاراضي الليبيه حيث تعاني البلاد حاليا من ضعف سياسي وامني الامر الذي يعزز من مخاوف انتشار الفوضى والامن تقرير يرصد ما كشفه موقع ايطالي عن رصد طائره استطلاعيه امريكيه قباله السواحل الليبيه يبدو ان ليبيا هي الكعكه التي يتقاسمها الجميع او بالاحرى الكره التي يلهو فيها البشر بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد ما ادى الى حدوث فوضى خلاقه فتحت المجال امام المجموعات المسلحه لتطبيقها واستغلال هذه الفوضى لتحقيق اهدافها ومصالحها فقد كشف موقع دار الايطالي المختص برصد الحركه الجويه عن طائره استطلاع امريكيه تقوم بمهمه استطلاعيه قباله السواحل الليبيه مشيرا الى ان الطائره التي انطلقت من خليج سودا الى الساحل الشمالي الغربي لليونان قامت بمهمات مماثله خلال الاسبوع الماضي في مناطق متفرقه من ليبيا بما يختص بالشان الليبي شهدت البلاد تحركات امريكيه على مدار الاسبوع الماضي تمثلت في حده اللهجه الدبلوماسيه حيال تاجيل الانتخابات حيث قال احد المراقبين للشان الليبي انها لن تكون الاخيره وليست الاولى ايضا ولكن الوضع الراهن يحتاج الى موقف حازم بجانب تلك التحركات لم تتوقف المجموعات المسلحه عن اشعال الاوضاع ومنع اي خطوه نحو الاستقرار وانهاء الصراع حيث نشر التقرير حول دور المجموعات المسلحه غربي البلاد في تدمير وتصدير الفوضى فقد اوضح مراقب للشان الليبي في تصريحات تلفزيونيه ان المجموعات المسلحه لا تحتاج الى تحركات بل تحتاج الى تقريم اضافل فعلي وتحجيمها حسب وصفه حتى لا تتحكم في المشهد السياسي كما يحدث الان أحد المراقبين للشان الليبي أكد أن المجموعات المسلحة في الغرب لن تترك البلاد تستقر لأنها تسيطر على مقدرات البلاد وتنفذ أجندات تيارات بعينها في الداخل مطالبا بتفعيل سلاح العقوبات الدولية على تلك المجموعات المسلحة وداعميها. الخريطة الجغرافية السياسية الليبية كانت ضحية لعمليات الصراعات وكان أحد أهداف المجموعات المسلحة غير المعلنة والظاهرة وهي تهديد الامن القومي وعوده الصراعات والنزاعات وعرقله ديمقراطيه البلاد لكن الى متى ستبقى التدخلات الخارجيه العسكريه تتمركز في ليبيا ومتى ستنعم البلاد باستقرار وسياده دون تدخل خارجي أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 13 وفاة. المركز قال في بيان له إنه تم تسجيل 140 حالة حرجة خلال ال 24 ساعة الأخيرة وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 390935 والوفيات إلى 5740 أقيم في بلدية سرمان اجتماع ضم عددا من العمداء والمسؤولين من بلدية الساحل الغربي لمناقشة توفير خدمات للمواطنين للتخفيف من معاناتهم والإسراع في إنجاز معاملاتهم المزيد في سياق التقرير الآتي سعيا من بلديات الساحل الغربي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعيدا عن المركزية والتأخير الذي يعانونه وبدعوة من المجلس التسييري لبلدية سرمان احتضنت قاعة الراديو بمدينة سرمان اجتماعا حضره عمداء بلدية الزاوية المركز والزاوية الغرب والزاوية الجنوب وصبراطة وزلطن وزوارة ورقدلين وجميل وبحضور عضو البرلمان عن الدائرة الثالثة عشرة ومدير جوازات سرمان الساحل وتطرق الاجتماع للمقترح المقدم من فرع جوازات سرمان الساحل بانشاء مطبعه لاصدار الجوازات بالمنطقه الغربيه بهدف التخفيف من معاناه المواطنين والمرضى والاسراع في انجاز معاملاتهم وتقريب المسافات لهم. مناقشه وتخفيف العبء على المواطن وخاصه في بند الجوازات الذي نقش فيه بانشاء طابعه في في الساحل الغربي أسوأ بالمناطق الثانيه على الاقل تخفيف المعاناه على المواطن لبعد المسافة ومشاكل الطريق، على الأقل تبدو الجواز ينشأ في احد المناطق الساحل الغربي كذلك ناقشنا المركزيه وخاصه تفعيل قانون 59 والان اصبحت المحاكم تبطل في في نقل الاختصاصات وهذا الحقيقه مشكله إن, ان, تفعيل القانون الحكومه فعلت وصدر قرارات لنقل الاختصاصات فعلى الاقل تبدا التنميه موجوده ويحس المواطن في تنميه الان وفعلا اصبحت في تنميه موجوده في المناطق وهنعقد اجتماعا ان شاء الله الايام القادمه مع اعضاء النواب في الساحل في في الساحل الغربي في مع البلديات مناقشة الأمور على الأقل الأيام القادمة التي كما ناقش المجتمعون القانون التاسع والخمسين القاضي بنقل الاختصاصات للبلديات لأنها المعنية أمام المواطن بتقديم الخدمات الذي أصبح يشاهد بعض المشاريع تنجز خاصة فيما يتعلق باستكمال الطرقات وتوفير المياه مشاهدينا نشرتنا متواصلة وفيها بعض الفصل خبراء يكشفون استغلال الدبيبة للعقود والاتفاقيات الدولية لدعم صورته خارجيا أهلا بكم من جديد أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن حكومة الوحدة الوطنية عجزت عن تحقيق أهم الأهداف المحددة لها وهي توحيد المؤسسات وتهيئة وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وأشار الشحومي في تصريحات صحفية إلى أن سياسات عبد الحميد البيبة الاقتصادية انحصرت بين الاصطفاف مع محافظ مصر في ليبيا المركزية الذي قدم النفقات المطلوبة للحكومة في ظل امتناع البرلمان عن اعتماد ميزانياتها وبين التوسع في تدعيم العلاقات الخارجيه عبر بوابه شركات واتفاقيات التعاون الاقتصاديه التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس لجنة شركة الواحة نوري الصيد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس لمناقشة نشاط الاستكشاف والعمليات والإنتاج خلال العام 2021 وبرامج العمل والميزانية المقترحة لعام 2022 كما تم خلال الاجتماع مناقشة إعادة الآبار المقفلة إلى الإنتاج والتي من المتوقع أن تحقق إن إنتاجاً إضافياً يصل إلى أكثر من ثمانية عشر ألف ألف برميل يومياً. يذكر أن شركة الواحة للنفط هي إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1955. شارك وزير النفط والغاز محمد دعون عبر الدائره المغلقه بالاجتماع الخاص بمجلس وزراء منطقه الاقطار المصدره للنفط اوبك وتمخض عن الاجتماع صدور قرار بتكليف هيثم الغيص من دوله الكويت امينا عاما للمنظمه لمده ثلاثه اعوام ابتداء من مطلع اغسطس القادم لهذا العام. قال مدير عام شركة سنوتراك الجزائرية توفيق حكار إن الشركة تستعد لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في ليبيا حكار أضاف أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات معلنا أنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية شهر فبراير المقبل للتفاوض حول عودة الشركة إلى البلاد وأن الشركة ستستثمر ما يقارب 40 مليار دولار

عقدت اللجنة المعنية بدراسة تعديل اسعار التعويضات عن الاراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر وضعها للمنفعة العامة اجتماعها الثالث برئاسة رئيس لجنة وزير الاسكان والتعمير ابو بكر الغاوي وناقش الاجتماع التقرير النهائي لاعمال اللجنة المكلفة بالدراسة الفنية والمالية والتنظيمية بشان تعديل اسعار التعويضات الى ذلك قدم رئيس اللجنة الفنية مشروع قرار توحيد قيمتها وأسس وضوابط ضابط نزع الملكيه تمتلك ليبيا مقومات استراتيجيه تمكنها من التقدم في الاقتصاد والتنوع في زياده موارد البلاد كالقطاع الصحي والزراعي والصناعي، المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الاتي. ليبيا التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط الذي يمثل 95% من عائداتها و 60% من اجمالي الربح المحلي في ظل عدم وجود اي مصدر اخر يعود بالفائده على الدوله. وهو ما يشكل خطرا كبيرا في ظل الاوضاع السائده في البلاد منذ اكثر من عشر سنوات ومع بدء ظهور تقارير تفيد بنيه لازاله ليبيا من حسابات العالم في الاعتماد عليها كمصدر اساسي للامداد النفطي بسبب التذبذب في كميه الانتاج حيث أفاد خبراء بأن الحل يكمن من خلال إعادة ضخ رأس المال المكتسب من صادرات النفط في القطاعات الناشئة الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة لتضع ليبيا نفسها كقوة اقتصادية. قطاع الزراعة والذي يمثل ثاني أكبر قطاع في البلاد، قطاع الزراعة والذي يمثل ثاني أكبر قطاع في البلاد إن اعتبرناه قطاعا مساندا للنفط. بما يقرب من اقل من 5% من العائدات بالرغم من اختصار المساحه المستخدمه في هذا القطاع على مناطق الشمال، وبهذا الخصوص بدات ليبيا في الاشهر الاخيره من العام المنصرم بالعمل على دعم المشاريع تعود بالفائده على هذا القطاع المهم من خلال تطوير مشروع واحه الكفره وتورغاي وسرير، وبالتالي تعزيز التنوع الاقتصادي. وبما يخص قطاع الصناعة فقد بدأت التطورات الصناعية بالتوسع من خلال عدد من المشاريع الصناعية التي بدأت بالظهور في عدد من المدن الليبية الكبيرة مثل العاصمة وبنغازي التي تعتمد بإنتاجها بشكل أساسي على المواد الغذائية والإسمنت والمنسوجات ومع استئناف أنشطة حقول النفط والمصافي في جميع أنحاء البلاد في عام 2021 من المتوقع ان يشهد القطاع الصناعي اتجاها تصاعديا مع انطلاق انتاج البتروكيماويات والصناعات المرتبطه بالنفط ومن خلال اعطاء الاولويه للتكامل القطاعي في جميع انحاء البلاد يمكن ليبيا من ان تنوع اقتصادها بشكل اساسي مع تسريع النمو الاقتصادي وفيما يتعلق بقطاع السياحه بعد ان تركت سنوات من الصراع والعقوبات القطاع غير مستغلا الى حد كبير ومع ذلك مع اعاده توجيه التركيز على تطوير البنيه التحتيه بما في ذلك الفنادق والمجتمعات السياحيه بالاضافه الى تطوير المناطق الساحليه قد تشهد البلاد انتعاشا في القطاع السياحي عالي الامكانات اما من الناحيه الاستراتيجيه يمكن ان تكون ليبيا وجهه سياحيه رئيسيه اذا استمر الاستقرار السياسي في البلاد مقومات هائله تملكها ليبيا في شتى المجالات ولكن تحتاج الى من يديرها بالشكل الصحيح ويحافظ عليها من الهدر والضياع بما يفيد الشعب ويحقق التطور والتقدم الاقتصادي لليبيا على مدار سنوات تواصل مياه الصرف الصحي طفحها على مدخل الشارع الواسع في قلب مدينة سبها هذا ولم تفلح الجهات المحلية المعنية في معالجة هذه المشكلة رغم تأثيرها على حياة المواطن الذي يستخدم الطريق الرئيسي والذي تحول لحفر ومستنقعات المزيد في سياق التقرير الآتي لسنوات تطفح مياه الصرف الصحي على مدخل الشارع الواسع بمدينة سبها لتنضم إلى جملة من المختنقات التي يواجهها سكان المدينة ضمن تفاصيل حياتهم اليومية المختنقات واجدة داخل مدينة سبعة يعني ما يخفى على حد إحنا داخل مدينة المدينة كانت تعاني يعني من مش غير مشكلة المياه والصرف الصحي، لكن المختنق الكبير اللي احنا يعني منه داخل طبعا سبب الفيضانات هذا في في المياه والصرف الصحي في المدينة داخل السبب الرئيسي هي محطة المعالجة، محطة رفع المعالجة، مجرد ما يفصل الضي عليهن والله تصير يصير عطل في في مضخم المضخات تلقائيا المياه بتطلع من اضعف نقطه في المدينه بيصير فيها طفح ولعل هذه النقطه كانت الاضعف في المدينه ففاضت فيها المياه لسنوات وتسببت في افساد الطريق التي صارت حفرا ومستنقعات مؤخرا شرع بلدي سبها في دراسه الحلول الممكنه لهذا المشهد موضوع المياه والصرف الصحي طبعا في عقود سابقه قبل حتى المجلس البلدي الحالي والمجلس البلدي السابق كانت في عقود سابقة وحاليا إحنا سعيين وضاغطين على الشركات المتعاقدة أنها تنفذ الأعمال متاعها أه الحمد لله توفي تواصل حتى مع الشركة التركية شركة فرماك أنها بترجع بي لمدينة سبها هنا وبستأنف أعمالها في الدائرة الثانية سواء من مياه أو صرف صحي وبنحاولوا و... بقدر الامكان ضاغطين على الشركات اللي... اللي متعاقده سابقا انها تجي تنفذ العقود نتاعها في حاله انهم ما استجابوش ممكن يسحب العقود منهم ان شاء الله وي وينعطوا و... للجهات لكن بعون الله كيف ما قلت لك الشركه التركيه راجعه بعون الله لعملها وفيها عقد تقريبا تم من الفتره اللي عن طريق رئاسه الوزراء توقيع مع شركه مصريه وجو دار زياره لمدينه سبه هنا وشافوا المحطات وان شاء الله يتم العقد ده ويتم يتم تجديد محطه المعالجه ومحطه الرفع الرئيسيه تحل نسبه ما ما نقول 90% من مشكله المياه داخل المدينه. يبدو ان هذا سياخذ وقتا قبل ان يحدث وهو ما قد يزيد من حجم المشكله وتكاليف معالجتها. جميع المساعي لاصلاح هذا الطريق ومعالجه ضبح مياه الصرف الصحي باءت بالفشل ولكن الامال تتجدد مؤخرا مع مساعي مجلس البلدي لمعالجه هذه المختنقات. لقناه ليبي عبد المنعم جهيمي سبها مشاهدينا وصلنا الى ختام نشرتنا وهذا تذكير بابرز ما جاء فيها المنفي والكوني واللافي يجتمعون بويليامز وحديث عن الفتره المقبله القوة القاهرة ترند هنا هذه الأيام بعد ان أطلقه السايح على الإنتخابات ديمايو ونظيره الفرنسي يضعان الملف الليبي على طاولة المباحثات تقرير دولي يكشف تزايد حالات الوفاة في صفوف المهاجرين غير القانونيين في ليبيا بذلك مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الانترنت لبيستشانل دوت كوم أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر إلى اللقاء